متابعي اليوم السابع من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار ال 72 ساعة القادمة. بتشهد البلاد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 9 درجات، الأجواء بتكون خلال فترة النهار شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، يمكن احنا كلنا استشعرنا والآن درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا سواحلنا الشمالية الغربية، درجات الحرارة عليها اليوم منخفضة، يعني الطقس خلال فترة النهار بيكون شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد. أيضا مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ والطقس بيكون معتدل الحرارة على كافة مناطق الجمهورية. يمكن كمان في ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الليل، احنا بنسجل درجات حرارة ما بين 22 و20 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، فترات الليل ايضا درجات الحرارة ارتفعت. ايضا اليوم خلال فترة المساء بعد فترة الظهيرة ان شاء الله هنشهد نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهورية خاصة المناطق الشمالية زي سواحلنا الشمالية القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ده هيساعد على تلطيف الاجواء ونشعر بالاجواء احسن بكتير من اللي احنا شعرنا بيها بالامس. كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب البلاد، ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق الموجودة في الصحراء الغربية. متوقع ان شاء الله استمرار ارتفاعات درجات الحرارة الملحوظ غدا، احنا متوقع غدا العظمى على القاهرة الكبرى تكون 39 درجة مئوية، يعني اجواء شديدة الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، لان كمان في المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد درجات الحرارة تتجاوز ل 40 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد زي الأقصر وأسوان بتسجل 43 درجة مئوية، محافظات شمال الصعيد بتسجل ما بين 40 وال 41 درجة مئوية، يعني أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، خلال فترات الليل بتكون لطيفة في الساعات المتأخرة من الليل على المناطق الموجودة في السواحل الشمالية القاهرة الكبرى، المناطق الجنوبية درجات الحرارة بتكون عليها معتدلة. أيضا غدا هنشهد نشاط للرياح هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق الموجودة في غرب البلاد زي مطروح والسلوم، بعض المناطق من جنوب الصعيد زي الأقصر وأسوان، كمان قد يكون مثير لبعض الأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا في أتربة عالقة على بعض المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الشرقية، بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد مدن القناة، لأن المناطق دي بتشهد هدوء في سرعات الرياح فبالتالي هيكون في أتربة عالقة غدا. ارتفاعات درجات الحرارة دي سببها إن احنا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية، الكتل الهوائية الجنوبية دي درجات الحرارة عليه بتبقى درجة حرارتها شديدة الحرارة مع كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيؤدي إلى طبعا زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، يبقى احنا عندنا كتل هوائية من على الصحراء جنوبية غربية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي بيؤدي لزيادة فترات سطوع أشعة الشمس هتخلي الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، خلال فترات الليل زي ما بنقول هتكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. إن شاء الله من الجمعة القادمة هنشهد انخفاض في درجات الحرارة، الانخفاض ده هيشمل بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، بعض المناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، ترجع درجات الحرارة تنخفض بحوالي 7 إلى 8 درجات خاصة على القاهرة الكبرى، يعني احنا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى الجمعة القادمة تكون 32 درجة مئوية ومزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، متوقع تكون درجات الحرارة ما بين 29 وال 31 على القاهرة الكبرى، هنستمتع بأجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار، هتكون طبعا مائلة للبرودة خلال فترات الليل، ده طبعا بداية من الجمعة القادمة، هنحس بالأجواء الباردة مرة أخرى خلال فترات الليل، هيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية، هتساعد على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كمان هتعود الشبورة المائية مرة أخرى في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طبعا الشبورة المائية دايما مع التكوينة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وبتأدي أحيانا لانخفاض الرؤية الأفقية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لكن هي إن شاء الله مش هتأثر على حركة المرور. الاعتدال في درجات الحرارة والانخفاض ده هيكون معانا أيام إيه؟ وهل
الاسبوع القادم ممكن درجات الحراره ترتفع تاني ولا ده مش موجود عندنا في الخرائط؟ طيب احنا على مدار الاسبوع المقبل ان شاء الله تحديدا من الجمعه القادمه ومدار الاسبوع المقبل كله هنشهد انخفاضات في درجات الحراره، لان احنا بنبدا نتاثر بكتل هوائيه. الكتل الهوائيه دي هتكون كتل هوائيه شماليه، الكتل الهوائيه الشماليه دي يا اما شماليه غربيه او حتى شماليه شرقيه قادمه من على البحر المتوسط. كمان في بعض الايام هنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب على مدارات اليوم على مدار اليوم. اظن الالوان واضحه بين الخريطه دي والخريطه دي، دي درجات الحراره المتوقعه يوم الخميس غدا ان شاء الله اللي احنا بنقول فيها العظمى هتوصل على القاهره ل 39 درجه مئويه. ده درجات الحراره المتوقعه مع يوم الجمعه والسبت القادمين. طبعا في انخفاض ملحوظ، كل ما اللون طبعا كان افتح كل ما كانت درجات الحراره اقل، فده طبعا هنشهده من يوم الجمعه القادمه بسبب تاثرنا بكتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، وهيستمر معانا على مدار الاسبوع المقبل. انخفاضات درجات الحراره دي هتكون فتره النهار وفتره الليل. احنا بنقول فترات الليل هتوصل تاني الصغرى على القاهره الكبرى ل 16 و17 درجه مئويه. الاجواء هتكون مائله للبروده خلال فترات الليل خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. اعلى درجات حراره يتم تسجيلها غدا، وزي ما الخريطه بتقول يعني حضرتك تقولي لي الدرجات دي بتشير لايه؟ شايف 42 وشايف في درجات حراره مرتفعه جدا، المنطقه دي للتحديد بتشير لايه اللي هتشهد اعلى درجات حراره؟ طيب اعلى درجات حراره اكيد هنسجلها في بعض المناطق الموجوده في جنوب الصعيد زي الاقصر واسوان. احنا متوقع درجات الحراره في الاقصر واسوان تسجل 43 درجه مئويه، ده في الاقصر واسوان. يليها محافظات شمال الصعيد، محافظات شمال الصعيد زي المنيا واسيوط دي هتسجل 41 درجه مئويه، دي اعلى درجات حراره. يليها طبعا القاهره الكبرى هتسجل 39 درجه مئويه، وبعد كده طبعا سواحلنا الشماليه ما بين 37 وال 38 درجه مئويه. فاحنا كل ما اللون كان اغمق اللون الاحمر الغامق ده، بعدها يليها طبعا المناطق الساحليه اللي لون افتح شويه لانها تبقى اقل درجات حراره مقارنه طبعا بالمناطق الاخرى الجنوبيه، لكن كافه مناطق الجمهوريه هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. الاجواء غدا هتكون اجواء شديده الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. بس في ملحوظه مهمه ان احنا الكتل الهوائيه اللي احنا بنقول عليها معظمها جايه من على الصحراء، فالكتل دي منخفضه الرطوبه، نسب الرطوبه فيها منخفضه، فانخفاض نسب الرطوبه ده ما بيخلي الناس نشعر بدرجات الحراره المرتفعه زي فصل الصيف. بالاضافه كمان لو احنا تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيحميني وهيساعدني كتير في عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره. على الجانب الاخر بقى عايز حضرتك تقولي درجات الحراره بقى الجمعه والسبت والحد هتكون عامله ازاي؟ عايزين نوري الناس الدرجات برضه هتكون عامله ازاي وفق الخرائط. طب احنا بنقول ان شاء الله من يوم الجمعه والسبت القادمين هيبقى في انخفاض في درجات الحراره، تبدا درجات الحراره تنخفض، تبدا طبعا سواحلنا الشمال يبقى فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. الالوان احنا اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط ما بين ال 24 وال 25 درجه مئويه. بعض المناطق طبعا الموجوده في محافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى درجات الحراره فيها تتراوح ما بين ال 31 وال 29 درجه مئويه. يليها طبعا محافظات شمال الصعيد هيبدا تنخفض كمان عليها درجات الحراره، هتكون ما بين ال 36 وال 37 درجه مئويه. هتظل محافظات جنوب الصعيد هي اللي مرتفع درجات حرارتها لان ده هيستمر معانا على مدار الاسبوع المقبل في محافظات جنوب الصعيد، تبقى الحراره عليها ما بين ال 41 وال 42 درجه مئويه. زالت الاجواء هنا شديده الحراره، لكن الاجواء في المناطق الشماليه هتكون اجواء مائله للحراره، خاصه كمان ان هيبقى في نشاط للرياح، نشاط الرياح هيساعد على الاحساس بالاجواء الربيعيه وهيساعد اكتر على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. برضه هتنخفض تاني بقى من يوم الجمعه والسبت. يعني احنا بنقول الجمعه هتكون 32 درجه مئويه، مع يوم السبت هتوصل ل 29 درجه مئويه، في ايام هتسجل ما بين ال 30 وال 31 وال 29، فاحنا الدرجات هتتراوح ما بين ال 31 وال 29 درجه مئويه. اهم نصيحه بقى نقولها للمواطنين خاصه للناس اللي بتتكلم عن ملابس الصيف، وشايفين ان الوقت ده خلاص الناس كتير بدات تطلع الملابس الصيفيه، نقدر نحذرهم ونقول لهم ايه؟ هو احنا طبعا اكيد مع الاجواء شديده الحراره كلنا بدانا نخفف الملابس، ولازم هنخفف الملابس مع الاجواء شديده الحراره، لكن احنا دايما يبقى حاطين في دماغنا ان احنا خلال فترات الليل هيحصل انخفاض في درجات الحراره، لسه محافظين على الملابس نقول الشتويه الخفيفة او حتى معانا قطعة ملابس اضافية نرتديها لما نحس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل هيشهد انخفاض في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل، والطقس هيكون مائل للبرودة، فاحنا لسه محافظين على الملابس الشتوية خلال ساعات الليل، لكن ساعات
ساعات الصباح ممكن تبقى الملابس طبعا تم فيها تخفيف الملابس. كمان تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، ده هيحميني من الاحساس بارتفاعات درجات الحراره لو انا مطر. طبعا النصيحه الاهم للناس خلال الساعات اللي جايه وبكره بالتحديد، طبعا خلال الساعات القادمه وغدا ان شاء الله نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، ده هيحميني من الاحساس بارتفاع درجات الحراره لو انا مضطر اكيد ابقى موجود في الشارع، يبقى دايما معايا غطاء لراس شمسيه او كاب. بالاضافه كمان ليه طبعا اثناء فترات السحور نتناول قدر كافي من السوائل والمرطبات. كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا اي تغيير في الحاله الجويه دايما بنعلنه اول باول في نشراتنا، والربيع دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه. ودايما الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق مع اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، اتربة عالقه او حتى شبوره مائيه، القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، ودايما السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا. شكرا.